باسم صانع الابتسامة يوسف. ايوه يا جماعه، انا بشكركم على الثقه الغاليه ديت. باسم رئيسا لمصر، اذا لم تكد تنتهي حلقه البرنامج الجمعه حتى اجتاح هاشتاج باسم رئيسا لمصر مواقع التواصل الاجتماعي وتحول الى ترند على تويتر. 30,000 تغريدة في أقل من 10 ساعات حول الموضوع، وهو ما اعتبره جمهور باسم أشبه بتوكيلات الترشح للرئاسة، إذ يحتاج كل مرشح في مصر ل30,000 توقيع لقبول ترشيحه. بوسترات الرئيس باسم جهزت بسرعة، وكذلك الصور والشعارات الكافية لإطلاق حملة انتخابية حقيقية، حتى أن باسم قرر التفاعل فغرد ساخرا أنه سيهدي يخت وفيلا لكل مواطن في حال انتخب رئيساً. وكانت هذه الحلقة هي الحلقة الأخيرة قبل إجازة البرنامج الذي قررت إدارة MBC مصر التوقف عن عرضه إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المصرية، أي بعد أكثر من شهر.